يا تاكسي الغرام 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 يا تاكسي الغرام. أزيد غشير فتي هو راجل ومعاه غشير صغير عمره يجي ثلاثة سنين. حصيله كيف وصلنا فهمتي الراجل بدا يخلص فيا قالوا بابا ما عادش تعطيه يزي ما عادش تعطيه. هذه كورسة من السبيطار نتاعنا هذايا. هذه السكمة عندها أربعة بنات صغار زوج محملتهم وزوج معها. هبطت في سكمة خلت لي طفلة وهزت زوج ثلاثة بنات. مشيت أنا هنا نحاول صندوق نخسر في الطفلة ورايا من التالي صغيرة. قلت لها أنت بنت شكون؟ قالت لي أنا بنت ماما صغيرة. قمت نوري نرجع حتى السكمة نطلع قلت لها هذه بنت شكون؟ قالت لي حقا بنت. قلت لها أختي عندك الحق خاطر عندك برشا منهم. والله مرة قدام البنكة وقفني واحد طلعته معايا طالع فرحان شيخ عنده جواب في ماخذ القرض فرحان بالقرض متاعه. وصلته للدار فان سيرفيس جيت نطول في الكهرباء لقيت الجواب محطوط في الكهرباء نسى القرض متاعه. جاب ربي حبزت نتذكر الدار عاودت رجعته للدار مديت له فلايسيته. والله شيخ مش فرح الراجل أما الحمد لله جات في دين طيبة كما نقوله.